مايا سبق وكنت ضيفتنا وحكينا عن قصة تجميد البويضات، وانت حابة تجيبي خي او اخت لكي لبين ما يجي النصيب او تقتنعي بحدا. صح. كي اليوم صار عمرها 14 سنة. مايا بتقولي انه كتير بتشبهك انت وصغيرة، وهلا عم بتبين اكثر واكثر. بتشبهني كتير بكل صفاتها وشكلها، وبتشبه بيا اكيد كمان، عندها كتير من بيا بس بالشكل انت. ايه وانا اكيد تجميد البويضات واي مشروع بدي اعمله بالمستقبل وراح اعمله اكيد هو بموافقه كي، لانه هي اساس بحياتي 100%. هذا شيء بيعنيها لك اساس بكل شيء. يعني يمكن بحس انه في ناس هن حرين بصير عندهم انفصال بحياتهم، بيكملوا حياتهم مع شخص ثاني بغض النظر عن الاولاد شو بيفكروا او بحبوا او ما بحبوا. انا ضد هذه الفكره.